بسم الله الرحمن الرحيم. سوف نتطرق في هذه الفقرة إلى كيفية إنشاء مخطط الرف الطبوغرافي، وهذا هو المثال الذي سوف نتخذه لمعرفة كيفية أو لنقل مجمل التفاصيل الموجودة في هذا المخطط ومحاولة إنشاء تفاصيل مشابهة لها. نبدأ على بركة الله بإنشاء ملف أوتوكاد جديد. الآن سوف ندخل النقاط الطبوغرافية الموجودة في ملف TXT والذي أنشأه المساح الطبوغرافي كوفاديس 2D بوان توبوغرافيك شارجومون دو سومي. من هذه القائمة نختار الملف، نبحث عن الملف أو مسار الملف، هذا هو الملف كما موضح في هذا التمثيل. فيوجد هنا اسم النقطة، فاصلة النقطة، ترتيبة النقطة، زاد النقطة أو منسوب النقطة، وكذلك كودها أو عائلتها. في هذا المثال كود النقطة هو عبارة عن كود on letter، كود on letter يعني كود حرفي وليس كود رقمي. كل الإعدادات مجهزة لاستقبال النقاط. نضغط على أوكي. يمكن الرجوع إلى كيفية صحيحة لإدخال النقاط في الدروس السابقة. إذن قام برنامج كوفاديس بإدخال كل النقاط الطبوغرافية والتي رفعت من طرف المساح الطبوغرافي ووضعها في ملف خاص يسمى ملف TXT، ملف بلوك نوت سيباراتور، وقمنا بإدخالها إلى ملف أو إلى برنامج الأوتوكاد بواسطة برنامج كوفاديس. كل نقطة تميز ب كود و ماتريكول و التيتود. نقوم بتغيير الإشارة أو إشارة أو علامة موضع النقطة عن طريق فورما ستيل دو بوان، ثم نختار هذه العلامة ونضغط على ديفينير اون تاي اونيتي ابسولي، ونختار مثلا الرقم 05 أو المعيار 05 أو الحجم 05، ثم نضغط على أوكي. الآن تغيرت علامة position للنقطة، la marque de position du point. نقوم الآن بمحاولة تصغير حجم إظهار النقاط وذلك لتسهيل عملية الأبياج. كوفاديس 2D إشال دو ديسان، ثم نختار إشال أصغر من ذلك 500 مثلا، نؤشر فقط على point topo ثم نضغط على أوكي. الآن نحاول تتبع النقاط ذات العائلة الواحدة مشابهين في ذلك نفس المخطط السابق. إذن قام المساح الطبوغرافي حين إنشائه للمخطط الرفع الطبوغرافي بربط النقاط، هذه النقاط نفعل الطوبو كود والطوبو مات كانت مطفأة، يجب أن نفعلها. إذن المساح الطبوغرافي قام بربط النقطة A 41 مع A 40 و A 158، نفعل نفس الشيء. يجب اختيار في ربط النقاط لو بولين 2D ديسان بولين 3D. إذن يتم ربط النقاط الطبوغرافية ذات العائلة الواحدة ولا أو ذات الكود الواحد ببولين 3D، نستخرجه من ديسان بولين 3D أو تجده مباشرة في لاباردوتي ديسان، هذا هو رمز البولين 3D. نبدأ بالنقطة الأولى. تلاحظون أن نظام لاكروشاج للبرنامج أوتوكاد لا يسمح بالتأشير
المضبط على وضعية النقطة. فهنا لدينا احتمالين أو لدينا اختيارين. الاختيار الأول، إما أن نذهب إلى أكروشارج ومن ثم بالنقر على الزر الأيمن للفأرة وبارامتر ونقوم بتفعيل فقط الأنتر، فقط النضال، نقوم بسبب التفعيل على كل الأمور الأخرى والبقاء فقط على نودال. أوكي، ومن ثم عند الاقتراب من النقطة يقوم برنامج أوتوكاد بتفعيل الارتباط أو الأكروشارج فقط على النودال. النقطة الأولى، ثم النقطة الثانية، ثم الثالثة، ثم الثالثة. هناك إمكانية أخرى لربط النقاط تتم عن طريق برنامج الكوفاديس، وذلك بإزالة تفعيل الأكروشاج نهائيا بالضغط على الأكروشاج، تفعيل الأكروشاج وإزالة التفعيل أكروشاج ديزاكتيفي، ثم نضغط على في الكلافي على F12، فهنا تظهر كتابة acro.topo في أسفل الشاشة، في أسفل يسار الشاشة تظهر الكتابة acro.topo. فما علينا إلا اختيار البوليلاين 3D 3D، ثم نذهب إلى النقطة ويقوم هو آليا بمنحنا لوضعية النقطة للربط. الآن قمنا بإنشاء المطلع الثاني للعمارة الثانية، ثم نذهب إلى العمارة الثالثة ونقوم بالبحث على كود النقاط بات. العمارة الثالثة ثم العمارة الرابعة. فهنا يوجد العمارة الأولى، الثانية، الثالثة، ثم الرابعة. هناك أمر مهم يجب التنبيه عليه، وهو استعمال لكالك، وهو استعمال لكالك. فما علينا إلا الذهاب إلى هذه الأيقونة جستونر دي بروبرتي دي كالك والضغط عليها، تظهر النافذة بها مجموعة لكالك المستعملة. الآن يجب إضافة كالك جديد نسميه باتيمو مثلا أو كونستريكسيون مثلا، كونستريكسيون، ونعطيه اللون مثلا البرتقالي. أوكي، ونختار ليبيسور مثلا 0.20 ملم. أوكي، أبليكي. أوكي، ثم نحاول اختيار المستقيمات أو البولين 3D التي نضمها إلى الكالك باتيمو أو كونستريكسيون، ثم نكمل بقية المستقيمات. فمثلا هذا الكلوتير وهو السور الجانبي أو السور الخارجي للمتوسطة بضم النقاط المتكونة منها، وذات الكود CLT كلوتير. النقاط الأولى كان كودها بات وهو باتيم. هذه الأكواد تساعدنا في رسم هذه المستقيمات. ثم نأتي إلى هنا ونصنع كالك جديد اسمه كلوتير، ونعطيه مثلا اللون الذهبي أو البني. أوكي، ثم نعين المستقيم الذي يحمل الكالك كلوتير ونعطيه الكالك كلوتير. نكمل بقية المستقيمات أو البوليلين. فمثلا هذا المستقيم الذي يربط بين النقاط ذات الكرات R تدل على أنها ببور أو حافة الطريق المار بالموقع. نقوم بالتأشيع عليها كلها أو ربطها كلها بهذا البوليلين، ثم ننتقل إلى الجهة الثانية
نلاحظ هنا الطريق تدور هنا ونكملها مع بقية ربطها مع بقية نقاط التي تحمل الكود R. الآن هنا الحافة الثانية ثم بقية النقاط الطبوغرافية. نذهب إلى الحافة الأخرى الطريق الرئيسي. بربطها عن طريق موضعها في علامة في أو علامة الضرب. نصنع كاركتر جديد يحمل اسم روت، نعطيه اللون الأحمر مثلا. عملية اختيار الألوان هي عملية اختيارية، نؤشر على لكل طروادي التي تحمل نفس الكود ونعطيها الكالك روت كذلك المستقيم البولين هذا ونعطيها الكالك روت. الآن قمنا بإنشاء معظم الكالك أو معظم البولين طروادي المكونة للتفاصيل الموقع. الآن بقي لنا إضافة كما هو المثال المرفق هنا إضافة لروجار. لروجار نستطيع مثلا نقلها مباشرة من فيشي قديم من ملف قديم. رموز الروجار نستطيع نسخها من ملف قديم أو صناعتها مباشرة عن طريق برنامج الأوتوكاد برسمها عن طريق مربعات والدوائر ثم ضمها إلى بلوك واحد كلي أم بلوك ثم استعمالها. نحن اختصارا من الوقت إذا نقوم فقط بنسخها كوبي افي بوينت باس، نقولها من النقطة التي توجد عليها ثم نذهب إلى ملفنا ونبحث على كل النقاط التي تحمل الكود RG ونؤشرها RG ونطبع عليها رمز الروجار أونتري، نطبع عليها رمز الروجار أونتري، نطبع عليها رمز الروجار وهكذا توليك إلى أن نكمل كل النقاط المرفوعة سابقا من طرف المساحة الطبوغرافي والتي كان فيها الروجار. نقوم بزيادة كل النقاط أو بتعيين كل النقاط التي تحمل الكود RG وهو كود يرمز إلى وجود الروجار بتلك النقطة. نوجد هنا بعض النقاط التي تحمل الكود RG وهي عبارة عن بلوعات خاصة بالعمارة كذلك هنا يوجد واحد، يوجد الروجار هنا كذلك. فكما ترون أعزائي المتربصين أن هذه المنطقة يوجد بها الكثير من التفاصيل المهمة والتي يجب على المساحة الطبوغرافي أن يرفعها حين قيامه بعملية رفع طبوغرافي في الموقع، ويجب عليه كذلك أن يشير إليها حين معالجته للنقاط الطبوغرافية. الآن نحاول نسخ رمز الأضواء الخارجية أضواء الشوارع كوبي أبي بوند باس ونطبعها على النقاط التي تحمل الكود إكليراش OCL إكليراش. بقي لنا إضافة
تفاصيل المنحدر. فكما قلنا سابقا في الدروس الماضية أن هذا يدل على وجود منحدر، بحيث أن نقطة انطلاق هذه السطور أو الخطوط هو مبدأ المنحدر، ومنتهاه يتم حين انتهاء هذه الخطوط. إذن المنحدر يبدأ من هنا وينتهي إلى هنا، وهذا قدم المنحدر، ويسمى هذا رأس المنحدر لو أوتالي إي لو باتالي. إذن يجب علينا أن نربط بين النقاط ببولين تروادي التي تحمل الاسم اتش تي او طالي، اختصار ل او طالي اتش تي. جيد، ثم نحاول الربط بين النقاط التي تحمل بي تي وهو بي باطالي قدم المنحدر باطالي. كذلك هنا لدينا أوتالي، وهنا باتالي. إذن شكلنا الآن مستقيمين، يعتبر الأول أو دو بولينين طوادي، يعتبر الأول مبدأ المنحدر، يعتبر الثاني منتهى المنحدر. هذا رأس المنحدر، وهذا الثاني قدم المنحدر لو طالو و لو با طالو. لا ننسى إضافة لهما دو كالك. الكالك الأول يسمى اتش تي لو طالو، نعطيه مثلا اللون الرمادي، والأخ الثاني يدعى با طالو بي تي، نعطيه مثلا الكالك الرمادي الفاتح. أبليكي أوكي. إذن هذا وهذا يعتبران أوتالي، وهذا وهذا نسميهما باطالي، أو نعطيهما الكالك باطالي. ما علينا إلا رسم رمز المنحدر. نذهب إلى كوفاديس دودي، ثم إلى أبياش، ثم إلى ديسان ديتالي. نختار هذا المثال أو هذا الرمز أو هذا النوع، ثم نضغط على أوكي. نترك الإعدادات كما هي، نضغط على أوكي، ثم نختار بداية المنحدر ثم نهايته، ثم نضغط على أنتر. بداية المنحدر ونهايته، ثم نضغط على أنتر، ثم أنتر مرة أخرى لإزالة الكوموند. إذن ظهر لنا رمز الطالي كما وجدناه في المثال السابق. إذن هنا قد انتهينا من رسم معظم التفاصيل الخاصة بملف الرفع الطبوغرافي على برنامج الأوتوكاد.